حكاية مكان. يلا. أنا محمود كرار، طالب في الجامعة الأمريكية، كلية إعلام. بسنت عيسى وبدرس ماركتينج. علياء عرابي، عندي 21 سنة، بدرس إعلام. باسر دباغ، أنا طالب في الجامعة الأمريكية في كلية إعلام وتسويق. نهلة وائل، عندي 22 سنة، بدرس إعلام. إحنا بنعمل دلوقتي مشروع التخرج بتاعنا خلاص. كان علينا إن إحنا نختار فكرة، فقعدنا مع بعض واتجمعنا ولقينا إن معظم المشاريع اللي هي في الجامعة بيعملوها عن مثلا المشاكل اللي في الدولة، مثلا زي إيه؟ زي مثلا التلوث أو زي مثلا الزحام. جات لنا فكرة السياحة الدينية في مصر قبل ما يطلع لنا الاسم حكاية مكان، وعملنا بحث عن الموضوع لقينا إن في عدم توعية عن السياحة الدينية عامة. كنا عارفين أول يوم ولو إحنا اخترنا موضوع السياحة الدينية ده إن هو بجد هيبقى حاجة صعبة قوي، وإن هو هيحتاج يعني مجهود كبير. دايما كل حد بيجي القاهرة هو جاي علشان الأهرامات، جاي علشان سقارة، جاي علشان المتحف المصري، كل الكلام ده. لما يعني كنا بنسأل الناس، سألناها تعرفوا ايه عن السياحة الدينية، قالوا حج وعمرة وحاجات زي كده. احنا بالنسبة لنا بنشوف مصر هي أرض الأديان، لأنها في أماكن أثرية لثلاث أديان: دين الإسلام، دين المسيحي، ودين اليهودي. احنا اخترنا اسم الحملة حكاية مكان. اخترنا حكاية مكان ليه؟ علشان كل مكان من الأماكن دي اللي موجودة في القاهرة هو ليه حكاية. عشان كده الشعار بتاعنا هو أديان أحتضنها المكان. ابتدينا بإن احنا عملنا إعلانات راديو، إعلانات تلفزيون، عملنا PR كامبين. الPR كامبين دي عملناها في الجامعة عشان نوصل للناس اكتر، نحاول نوعيهم عن الموضوع. الحكايه بتاعته هو اتبنى ازاي؟ انت ما بتخش، انت يعتبر بتعيش الحكايه. انت داخله جامع وبتعدي بعديها على كنيسه وكنيسه تانية وكنيسه كنائس، مش اللي هي مجرد كنيسه اتبنت، لا، كنيسه معلقه وليها حاجات يونيك اتبنت بشكل معين. فاحنا قررنا ان احنا نعمل بيج على فيسبوك واكاونت على انستغرام عشان نعرف نوصل للتارجت اودينس بتاعنا. احنا الناس اللي احنا بنستهدفهم ناس قدنا، شباب، فحبينا ان احنا نعمل الموضوع ان هم يوصل لهم الفكره ان هم ينزلوا الاماكن دي بطريقه مختلفه، ان احنا خلطنا التكنولوجي مع فكره ان الحاجات دي اثريه وقديمه وسياحيه فعلا. احنا واحنا بنعمل ريسيرش قبل ما نطلع اسم كل حاجه، فانت بتشوفي الحاجات كانها حكايه، مش مجرد أماكن روحتيها وزورتيها ومشيتي. فعشان كده جت لنا فكرة حكاية مكان، إن كل واحد هيروح يزور الأماكن دي هيعيش حكاية معينة. فكرنا في فكرة الـ Virtual Reality، فإن إحنا جبنا جيرز لبسناهم حاجات يشوفوا كل الأماكن دي وهم واقفين. كنا برضو حريصين قوي إن إحنا نجيب أحسن كاميراز وأحسن حاجات عشان نوري جمال المكان بجد. الناس ما كانتش متخيلة إن اللي هي شافتها بالجمال ده. هدفنا ان احنا نحاول انكورج ونشجع الناس تيجي تزور الاماكن دي بجد. ساعتها الواحد حس قد ايه يعني احنا نقدر نعمل حاجه. طبعا انا يعني لن اكتفي بهذا التقرير، واتابع المشوار ده مع البنات والولاد الحلوين دول، عاملين حاجه جميله جدا، لانه لازم اكون يعني حقفز على شغلهم كده ونشتغل مع بعض، لانه دي حاجه حلوه جدا. يعني هو ده السيد رئيس الوزراء، هو ده يعني هو ده يعني شاهدوا الشباب واسمعوهم يقولوا حاجات كتيره. دلوقتي احنا بقى بعد الفاصل هنتقابل مع دودل فاكتوري، دنيا حسن، داودينا حسن، فرح المصري، ياسمين خميس. حكاية أظن أنكم هتتبسطوا منها إن شاء الله جدا بعد الفاصل.